السلام عليكم اخوتي، اهلا ومرحبا بكم في مطبخ وصفات لاله فاطمه. ما شاء الله في وصفه جديده. بالنسبه للمقادير فغنحتاج هنا المطيشه اللي هي الطماطم، نحاول انني نقطعها طريفات صغيرين على هذا الشكل، على شكل دوائر كما كتشوفوا معايا. فمطيشه ما كنخليهاش غليظه بزاف، كتكون رقيقه على هذا الشكل. وهذا هو الشكل ديال المطيشه من بعد ما قطعتها كامله كما كتشوفوا معايا. فما كنحطهاش على بعضياتها، كنحط وحده 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 وحده. دابا مباشره نضيف لها القليل من زيت الزيتون، كذلك غنضيف القليل من الكمون، فلفل اسود اللي هو البزار كنضيفه غير شي شويه، ملح، وايضا غنضيف هنايا فص واحد من الثوم. بالنسبه للتوابل فما كنضيفوش التوابل الاخرين، كنضيفو فقط هاد التوابل اللي درت لكم انايا، فكتجي لذيذه بزاف. يعني ما كنديرو لا كركم لا زنجبيل، فقط هاد التوابل. دابا مباشره غنوضعها على النار كما كتشوفوا معايا. النار كتكون متوسطه، يعني ما كتكونش النار مجهده باش هكا ما تحرقش معانا مطيشه. غنخليها حتى تطيب على خاطرها، يعني على نار مهيله هكا كيصبح الشكل ديالها من بعد ما طابت. دابا نقلبها على الجهه الاخرى، نخليها حتى تطيب. دابا من بعد ما طابت مطيشه مزيان من الجوايه بجوج، عندي هنايا جوج بيضات، غنضيف لهم القليل من الملح، كذلك قليل من الكمون والقليل من الفلفل الاسود، يعني نفس المكونات اللي ضفت في الطماطم كنضيفهم في البيض. نحاول انني نطرب البيض، وغنضيف مره اخرى القليل من زيت الزيتون، ومباشره غنوضع البيض. نحاول انني نوزع البيض، غنغطيه بواحد الغطاء وغنخليه حتى يطيب على خاطرو. كما قلت لكم النار خاصها تكون مهيله باش هكا ما تحرقش معانا مطيشه من التحت، خصوصا في المرحله اللي غنضيفو فيها البيض. وهذا هو الشكل ديال المطيشه من بعد ما طابت. كتاكدوا هكا بالملعقه واش البيض طايبين كاملين على هذا الشكل، وهكا كتكون الوصفه ديالنا جاهزه. صراحه كتجي لذيذه بزاف، كنديروها صراحه حنا دائما في المنزل. الاخوات ديالي كتعجبهم بزاف، كنتمنى تجربوها ان شاء الله وتنال الاعجاب ديالكم، وانا اكيد ان شاء الله الا جربتوها غتعجبكم. حقاش وصفه بسيطه وكذلك كتجي لذيذه بزاف. ودابا ما بقى لي الا نودعكم، الا عجبكم الفيديو ما تنساوش دعموني بلي لايك، وكذلك كنتو اول مره كتشوفوني ما تنساوش تشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. مع السلامه، نتلاقاو فيديو اخر.